salgo le como otra. ايوه نحش المرج لينا بغيتي تقص راسك سرعة قبل ما تبدا تخسر اكثر بك اللعبات اش هاد الحماقة هذا اصلا حطها في لسانك وسكت ايوا تاخدي جي بوز الكامل اصاحبي بلا بلا معاذ باش تكون بدل شويه اليوم صراحه انا بدي نغير واسمع بدل العالم بركه في راسك معاذ مش معاك بس عافيه عاود لي ناصح شنو وقع شنو لعيبات؟ مكترش شنو مرجعين؟ يا سلوت كامل نطلع السطح الصح بلان الصح بلان كامل ترى ملي قلنا ويسام غنجمع صح؟ قلنا نعيطو للدراري ياه وني انت ديك الوقيته ويسام واش ويسام صباب واش با ويس؟ الو مخاطبكم فيتش مخاطبكم فيتش وحاجة الو ويسام فين صافا لاباس عليك ورا غنبان عندكم ولكن باقي غنتعطل شوية غنمشي على السيكليس نعولو عليا غنجي ولكن غنتعطل الصاف تقوم الزيكة دابا ولا تيجي الدراري ما معرفش تخافي تعطلو الدراري اش كنسحابو معاه ضربو لي ليستي دابا البلان ايوا شام صافا شكون جاب دقاصه ايوا فايصل ما ربك انا تحت الجمعة انا هذا الجين واه ويس الياس حبيبي باس باس كانوا جمعوا كاملين طلعوا عند علي ويس مسطح اصلا دوك جوج ديال المراحين تما فين ما نعيطوا لهم بقاو مراحين تما علاش كيتجمعوا والله ما عرفت دابا البلان انه اختي معاها كانت معاهم عاود ثاني ذاك النهار جمعها كنت فاهم والو اصاحبي ماش كنت كتفهم فهمين شا شي حاجة الدراري نتوما أنا عاوديكم قصة على زيرو من الأول بشي الله تفهموا شنو كنقول لكم وعاد ما كاينش وعاد يتعطل واحد شوية باش غنبدا
تلحقوا مزيكا ولا تشتقصر كون غير ما شتاتنيش الخدمه وما مشيتش ساك المطار موراه على الاقل كنت غادي نكون تمايا معاه ما نخليش داكشي اللي وقع يوقع سير واش مطارك الصاد ما كنتش باش كجاك الصاد ما كنتش خسر جراني كاملين داك النهار عطاني معاك شوفني شنو نعدي نتي معاك اسمعي لي بريكا تشعل شوايه الكتريك بريكا اسمعي لي باينه ما يجاوبش حتى انا بريكا صاحبي بريكتك حداك المرض بعد مرات فاش كتكون متريبي كطيح في الدشوا tu penses avoir le contrôle mais au final واش انت اللي كتعزل عمرك حسيتي براسك خارج من الكور ديالك كوم اون بروجيكسيون استرال ما كتعرف راسك لا جالس لا متكي لا واقف طاير وفاش صلنا له التليفون بحال بلان ديال الريفي فاش كيدخلك في حلمه تعيا تحاول توعيه رجل في التريب ورجل في لا رياليتي تعبوري انت يا ميمكن تصلي ما كان وسام تليفونك اصاحبي تليفونك اصاحبي او وسام تليفون وسام تخربق ما بقى عارف راسو فين جالس ولا من جالس مره كيبانوا لي الدراري مره ما كيبانوش ليه اصلا شحال مره هو كيعيط لك انت وكاع ما كنتش كتجاوب قلت لي زوب الجواب ولكن عاود تعيط لك قطع عليا هو
وديك الساعه من بعد تريب واش من سوقيتها تكنايت لها راه تما فين قطع عليك هو الدراري بقاو عليه واو وسام واو وسام واو وسام بزز باش رجعوا العقل قال لك سيدي بداو كيبانوا لي الوحوش مع شنو داكشي داكشي ديال الافلام ديال الخليعه شوية كيلقى راسو في المكان المكان قول كنا كنجلسو فيه اللي فيها بيار تحت ما هبطنا كيبانو لي دراري دراري فيصل كيبان لي دريا ما هاكش بان لي دري جندر سويتش ما عرفتش صراحة ما عرفتش وبلا ما نذكر لكم عالي رمي وستربيا لتخونكي دابا نتوما جيتو عندي كتعزيوني في ماها وانت اسمع لي كتقول لي اش كانت كدير اختك اصلا تما في السطح راه كوميم سيتي با لا بروميير فوا اللي غادي نجمعو كاملين اي سيتي با لا بروميير فوا اللي غادي نضربو لا سيت ديجا ديزين فاتش غير هو هاد المره وسام المهم كيفاش عاوتاني هاد جندر سويتش صحابو كاملين ولاو درياش والدرياش ولاو دريا راه هو براسو لقى راسو دريا لو سول مومون اللي كان يقدر يستمتع فيه بداك لو تريب ديالو ما قدرش يعيشو الفا باش مازال ما عارفش راسو فين ومازال ما فهمش داكشي اللي طرا في السطح اصلا هادشي ما فيه ما يتفهم كي غادي نشرح عليكم كوم سي سو بروجيتي دون ديمونسيون ا اون اوتر كانو لاعبين تيكيديرو يشترنا دو ستاد قالو لي بلوسكوره كيفاش كنقول لكم راه ما عارف لا فين هو لا فين جالس لا معامن لا وقتاش بدا كيسمع عاوتاني دوك الاصوات مفرك لها الراس هاني بدا كيجر الباتري عاوتاني وانا باقي طالع من الغابه البيار المكان عرفتي داكشي بحال ديال الافلام ديال لي زومبي سيد تخرب قفل امتشار
دابا المشكل انا كنعاود لكم، ولكن راه صعيب تستركتور هاد الشلاضه اللي كندايره له في دماغه. المهم غير تبعوا معايا. دابا كون غير علمونا وما ضرباش غير هو وعالي، حنا نكونوا مجموعين او ثاني بحال ديما كلشي حاضر مع كلشي. برامبو دابا سكيه فيفي نرجع نكمل لكم داكشي اللي كان واقع في الصح. احل الباب يدخل فواحد خونا باغي غير يدخل فحالاش واصاحبي. الشجره اللي قدام باب دار عالي كان كيرد تما، خونا كيشوف فيه حل الباب تا هو. الاخرين يلاه وصل تلاحو كيقصف. شكون الاخر؟ فيصل الياس عالي. المهم هادوك وصافي. تعب شويه اصاحبي بنادم كي ولا الله يسلم. خونا كيشوف وسام كيتقيا ما فهمتش شي حاجه. مالا دا لما مالا دا غيحل الباب غادي يتلاحو عليه تما. عمركم حضرتوا بلادهم كيتقصى قدامكم الدراري؟ عجب بحال شفتها بعين. فيصل ديك الساعه هي الزراس. مهم فيصل يعني خلاو هاد خونا اللي كانوا كياكلوا فيه وتبعوا كاملين في السنقه غادي بحال شي تصطيح. غادي تسعى يلاه ساليت الخدمة، غادي نتلاقى مع الدراري في الدار مشطور لعيبات، حتى كيبان لي الدراري خارجين كيجريو في الزنقة ما فهمتش شي وزة، أنا خليتهم في السطح، قربت حداهم كيبان لي الدراري في شي لعيبة في شكل. شي واحد ما نورمال ويسام بوحدو اللي بان ليا عادي صافي هزيتو بموطور وهربت انا وياه. ولكن بلاتي كيفاش كتعاودي لنا هادشي كامل اون ديتاي وهو واقع غير في راس ويسام؟ بصح ترا ما فهمتش والو الصراحه، خبرتينا الصراحه. شكون هو ويسام؟ والله حتى سمعتينا لا والو. جامعكم؟ فين عمركم كنتو نتوما جالسين هنايا؟ اش عاودت لكم انايا اصلا؟ المهم كمل لكم. ليش وصل؟ مفهمتش. ما قصر فوق صافي. تشد هاد الحماقة هادا اصاحبي. هي ما فهمتش شي حاجة اصاحبي، كلشي كيتجمع في الحقيقة. شوية الموطور بدا كيفركل. صافي وي حتى وقف بينا خسر الموطور. انا يلاه باغي نبدا نصوب فيه باش نمشيو بحالاتنا، ويسام كيقول لي صافي خلي الزبل ويلاه بحالاتنا. صافي يلاه تحركنا ويتخرج لنا واحد الصداع عاوتاني. كنت شبالي تقول كانوا تابعين وسام قبيله، انا حتى الان باقي ما قال لي وسام حتى شي حاجه، ما فهمتش شي حاجه. صافي يلاه تلاحش عليا انايا ما فهمتش انا واش باغي تاكلني ولا شنو. تخرب يا قصر. حتى راه اسمع اصاحبي. وسام جاي يعتقني وانا وليت شاد وسام حتى هو شادو معايا. ما بعدناش بزاف على الاخرين خسرنا الموضوع. هبطت كنحاول نصيف فيه
لقيت اللي غادي نسالي غنهز راسي ما كيبانش ليا وسام. باش مسويت هي تخلي تخبى يجي بشي لعبه ما عرفش. المهم نسال ديك اللحظه هو راه بحال السويتش لشي مونط باغالين كتبان له نفس الجلسه ديال السطح، الكرسي الكحل ديالو، الفيب ديال نزار، القرعه اللي جاب فيصل، الشوايه اللي خصها بريكه، تم الجيتار ديال الياس. المهم اللي كان كيفكر فيه هذا الشيء الياس كيبان له الياس طالع كيجري بالعقل قلب في كاع البلايص حتى كتبان له اليد ديالو. Tout en étant choqué de ce qui vient de se passer, qui se met à la drame de l'église, parce qu'il est capable de le faire à nous, Kamli. Really? Ou Lizette Nkraha. Ou l'autre version, ou la. Son deuxième soi-même, Gaspard. نزار نزار فيصل 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 كل مرة وسام كيخرج من التراب الدراري ما كيعرفو ما يدير شتي حتى من عالي اللي مولف كيجاري ولا جارو معاه. شماك وسام خاطر نقول لي راه صوت الموطور باش نمشيو بحالاتنا ويجمع معايا بصليان هالساعة باقي ما عرفتش علاش تصلاني مع الله ما عرفتش علاش تصلاني تصلاني مالو تاعي راه ما كنضحكوش انا هاد الدراري شرا دري بلاد مرا مات اصاحبي
شي واحد خسارة غدروني شافني ودابا كامل عرفوني سال دمي وساعتي قربة شتصوني أنا وهاجني ودابا خرجوا قروني حكيت البراد مخرج قلني شاد الزار نخوي البلاد ولا القطران هزاد سمار وانا عيشت إحراج على النطرات اللي كان جار حاضر سعيد يبدل ماضي كإدبار ملي لحقت على وسام تما كسر فخشيني يا صاحبي مريت في راسك يلا حركها صوب الموطور ويلا طلع خلي معايا غادي في الموطور وتم الجوم فهمش في والو مره كتصب مره ما كتصبش حماق والله حتى الحماق توش فرط شي فشي فين سويتيني قبيل على ما قبيل فاش كانوا كيجريو في الزنقه تابعين وسام راه كانوا الدراري كاملين معاه بوحده اللي ما كانتش وسام وسام شي واحد جاي صح وسام وسام ما تا صوبنا الموطور ومشينا كتب لي واحد الساطه جايه شعرها غوز خشي 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 جاية هي كنقول وسام وسام واش هادي ما مكيسمعنيش وسام مرفوع اه راه ماها ما اختي اختي فاش كنقول لوسام هي ماها ماها يلا غندور يدلع لي حتى ماها عطاتني عاد بس سي وسام رجع عقلو جا كيعتق فيا ديك الساعه الجسم ديالي مابقاش قادر يتحرك الدراري ما صافي كنحس براسي كنتشل ديك الساعه ديك اللحظة هو رجعني غير بزز حاس به مالو حتى هو وعارفين بلي راه كاين شي واحد تابعنا من اللور ولكن اش غادي خصنا نبقاو غادي كون كان شي واحد اخر كون خلاني يعلق الراس مي بون وسام هادي تا وين هذا Fuck.
معاد معاد مجي لفين تخباو تلقينا الدراري وصلوا علينا عاوتاني واش الدراري كانوا معكم ليش الصح ما عرفتش واش غنسميو دراري وصحابي ولا مشيت عم بقاش كنعرف حتى شي واحد فيهم صافي وسام تخلع 11 رجع للور جروني انا عندهم ما عرفتش كش انا ما حسيت بشي حاجه انا ديك الساعه تلقى وسام كيجر فيا كيعتق فيا عاوتاني معاك فاك الصوت مالك الصوت مالك وسام مالك وسام مالك وسام مالك وسام مالك وسام مالك وسام فهمت والو انا بويسام ملي عطاتني اختي هو مدهشر هو بانيكي ومخلوع على راسه فما فهمت شي حاجه وحده اللي عاقل عليها انني معضوض ولكن راه ما عارف شنو غيدير وعد ديك الساعه الدراري راه ما فاهم حتى شي حاجه خارج من هذا العالم هذا ما كيبان ليا والو كيبان ليا شي حوايج تخربيق وسام مسكين كنحس به مقاتل باش يفيقني هي معايا ولكن راه تلاحيت عليك ما نعرفش شو سامي كيفكرنا في راسو الدراري حتى لديك الليلة مشا وخلاني خلاك بوحدك ومشا؟ خلاني بوحدي ومشا مي بون وسام ادري داو هذا Thank you.
تا وين ربي عشنا القارة عشنا دوين واخا تشوفني وسط الزيل بوك 25 عام فوقات الارض انا ولي الشيك والله نعيش تاجر مقرار مشيش مجال بس حياتي لقيتها مرة درت ليها اللبس تشيك ما طلعت تصطح الدراري كبير يا فيصل مسرح فرات كله دمايات كله مضروب حس حالة فيها كنشوف وسام كنلقاه هزموت في يدو كنقول واش وسام ولي دار هادشي هذا ما بغيتش نتغير ما بغيتش تدخل ليا الراس اون فوا كنضوا كتبان ليا اختي معاها في الارض كنت غنتصطح الدراري والله حتى كنت غنتصطح دابا اللي مازال ما فهمتش كيفاش انت عرفتي هادشي كامل وغير في راس وسام صح تمام شنو قلتي؟ ما قلت والو غير كنقول قلت لكم الدراري كنلقى اختي معاها في الارض استيقظ المغاربة على خبر مفجئ يحكي عن جريمة مروعة تتذكر أدنى جزئياتها وقد دارت أحداثها عشية أمس حيث أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بعد أن أقدم طالب في العشرينات على هجوم مفاجئ على أصدقائه إثر تعاطيه لنوع من المخدرات المهلوسة كان مسرح الجريمة في أحد الأسطح بعمارة الشارع يعقوب المنصور بالدار البيضاء حيث تم إعلام السلطات من قبل أحد أفراد مجموعة أصدقاء الجاني إذ أبلغ عن الجريمة محاولا مساعدة من لا يزال على قيد الحياة لكن وحشية الهجوم لم تترك للضحايا أي أمل للنجاة وبعد أن حاول عناصر الأمن السيطرة على المتهم انقض هذا الأخير على مسدس شرطي حيث أقدم على إطلاق النار على نفسه واضعا حدا لحياته أنا بلاصك والله ما غير رحمة تي كل ما كانوش البوليس كون طرات شي مصيبه اخرى كتقولي البوليس ياك انت اللي عيطتي لهم حاجه واحده اللي كنت نفكر فيها ديك الساعه هي انا سختي ويسام 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 لا سانكرونيزاسيون ديال التريب ديال علي ويسام ما خداش نشرح عليكم الدراري ولكن راه داكشي اللي عاشو ويسام بالضبط راه هو اللي عاشو علي Stop!
ترى علي راح فرق برب سنانه باش يجبد وسام صاحبي. اختي مبدري باصات صاحبي اش تسنكرونيزي انا صاحبي كيف اللي الحماق اللي عايش فيه من حوايجك دابا هاد الحماق كامل اللي عاشوه بغيت غير نفهم كيفاش تنساوه. شام طلعوا السطح من رحمة الدراهر and I'm happy like putting all the weights away at least it simulates a bit of a happy life I'm living something but it's in my head and it seems so real lost any kind of faith a newborn child led straight to the afterlife I've never felt this great flying over my own bad thoughts and I'm happy like I'm living something, but it's in my head and it seems so real. Lost any kind of faith in newborn child led straight to the afterlife. Awesome. هاك ضرب لك اللعبات اش هاد الحماقه هذا اصلا حتى تضربو واش عارف شنو بلا
تريباو بات تريباو سنكرونيزاو لوباو هاد التخربيق كامل اللي كنعاود ليك. عمرو ما كان تخيلوا معي سي جافي في لو شو انني ناخذه كان يقدر معاد هو اللي كان كيعاود لكم هادشي. الرجل طور اللي معك سي كمل مع وسام اسمعني يا صاحبي غيبلك غيبلك فيصل بحال غيتلح عليا وتخربق غيجي معاد زعما تحيه ولاد يو يو غيبلك معاد جيب موطور وغيدوز من وسط منه وتخربق وغيدخل فيهم لعيبه زعما راه غيعتقني الصوت مسروعه هاد الكونسيبت كامل ديالك فهمت الكونسيبت اصاحبي شوف هادشي كامل خصو يتصور اصاحبي تصور اصاحبي تما انا كنتريق المهم خصنا نديرو تصور هادشي خصنا نديرو كليسه باش نكملو السكريبت اصاحبي خصك تكتب كامل شنو نسميو بعوي ما تشوفش كامل نو غتشوف مشينا سير سير صافي اه يلا راه غادي ندير الخالو الاحمر صافي يلا شارك شنق عليك والله حيث تم إعلام السلطات من قبل أحد أفراد المنظمة ما راك تصدقيني What's the dining? 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 What's the dining?
صافاك الصوت مالك الصوت Welcome to Bloopers. Not Bloopers, but behind scenes. This is Moaz. Yeah. نمشي ها. سرعة سرعة سرعة. واني. عطات لي على صبعي. Fuck. اوكي هل بدك يزور الباتري بعد ثاني رد في الفيل عندك الزبل نعاود لك كيفاش البلان ديال الدراري 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 نتوما لايك اش كبير الشركه من الوسط قام بسكورة خلاص خلاص الدراري تخربخ تخربخ براسو قراصو دريه Ha 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 ha.